مين هداف البطولة الأول، أحمد علي ولا مروان محسن ولا محمد صلاح؟ صلاح طبعا إن شاء الله. محمد صلاح. محمد صلاح لاعب عالمي، مروان بعد لاعب، بس محمد صلاح أنا أشوفه أفضل بواجد، يعني هو لازم يصير هو المهاجم مصر الصريح، حتى المدافعين راح يهابون منه. بالنسبة لنا أحمد علي لأن هو هداف الدوري المصري، ما فيش يعني خلاف على ان احمد علي هو اللي يكون المهاجم منتخب مصر. محمد صلاح. اقول له ثق في نفسك وتوكل على الله وكلنا نفرح معاك ان شاء الله. يا محمد صلاح ربنا يبارك له، لعيب 100 100 وهداف 100 100، ربنا يبارك له. لا احمد علي، عشان احمد علي فيه يعني زي ما تقول تقيل على الكوره وجامد على الكوره وكل حاجه.